الثاني أربعة في الدفاع أمامهم كنو وروبن نيفيز بالإضافة إلى ميشايل سالم وسافيتش ومالكوم يواجهون كتيبة الشيخ الأبيض الليث يدخل في هذه المباراة بقائمة كايزر بكيمسيون وسعيد الربيعي يعوض غيابه إياغو سانتو إلى جوار حسان يا جيسوس هناك الصقور والصبياني هناك رياض شرحيلي وكويلور تنتظرنا في ساعة سيادة المحامي المصري أمين عمر من الشجن والكثير من الانتظار الآن محاولة والكرة بتصل على طول إلى ميشيل الإعصار يتوقف عند الصخرة حسان في أيام النخبة الآن الكرة إلى الصدور بيحول والكرة في أحضان المعيوب نعم 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 قالوا يا بنيجا بيحول الكرة بالخطأ فرصة هلالية مالكوم يسدد وهناك بهدف هدف ثم فاز في الرياض 4-0 الآن المحاولة الشبابية لدى هتان بكرة مع إيفر على الجهة اليسرى إلى حسين الصبياني يرسل كرة إلى أقصى الجهة اليمنى ميشيل ينجح بالمرور ولا قرار للمحامي لا لقد أطلق الصافرة السيد المصري أمين عمر وأشهر مالكوم وميشيل وحيث سفج وراسياته الراسية الله محمد إبراهيم كنو يعلنها أنا هنا أنا أكتب الزعيم يبتسم في وجه النصر الزعيم يبتسم في وجه النصر يا عرب السبت اقترب حيث ديربي الغضب سيكون حاضرا يوم السبت شيئا من لمسات عبد العطيف الآن الكرة بتوصل وتتسدد توصل على طول في الجانب الأيمن محاولة قائمة والثاني كاد أن يفعلها مالكوم كاد أن يفعلها الله على الأعمال الكاملة التي يقدمها يستطيع أن يضرب قد يضرب الضرب لا يتم يا بانيجا حيث دافع الهلال عن نفسه وسافيتش الكرة من جديد التحرك حاضر ومن أمام سالم يظهر الزعيم يضرب مدرجا وعرضا يرسل كرة على الجهة اليسرى ياسر الشهراني ينجح بكسر ركلة الزاوية الهلال في هذه اللحظات يرسل كرة عالية الكرة بعيدة عن في الجانب الأيمن ميشايل العرضية وهي يا وهو يقدم القتال الكرة بتوصل عالية وبالرأس كرة من جديد لمصلحة الشباب وخطأ من نصيب وينسى أحد معه سامي ويناظر الساعة الكرة بتوصل الليل من يفعل ذلك بانيجا أرسلها عالية والكرة في أحضان لقب الدوري من ضربة حرة أمام الشباب أن ينسى الآلي الجوعي الذي بدأ هلاليا يطرد الآن المعيوف أم ياسر الشام إيفر بانيجا الآن 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 وحبيب الوطيان حبيب الوطيان ينجح بالتصدي وينجح بمنح الدعم له من جماهير الأزرق الصبيانية 75 دقيقة الآن كرة تحرك شبابي يقوده رياض تحرك من أمام هتان من جديد ما زالت إلى ياسر الشهراني بيحول كرة الكرة في أحضان كيم الشباب يلعب بروح بقتال باسمه بلمسة بكرة ونحن في نصف النهائي نحن أمام بطاقة ذهب لو نالها الكرة بتوصل إذا ما حافظ العرب
موعد تاريخي بديربي الكرة العربية. الكرة بتوصل حصار شبابي، تتذكروا بداية المباراة كيف كان. في الجانب الأيمن فواز زقور وحبيب الوطيان. حبيب الآن، حبيب الوطيان يرسل كرة من جديد. الله على الصبياني، الله على المرور والتقدم والعرضية، والله نغم. الهلال فعلا يلعب، يلعب الهلال، يلعب الهلال. الله الله، العب يا هلال، جمهورك وراك، كل الملعب وكل الليلة ليك. الله الله على نغم القوة الزرقاء. كان الهلال بعشرة أو أقل، يضرب يضرب بالقوة الزرقاء. القوة الزرقاء تضرب عرضا ومدرجا. الله. ذلك حتما حتما حتما، وبالتالي توقعوا شوط هكذا سيوجه وهكذا سيمرر، سيمرر فعلا باتجاه الأيمن. عادت الكرة لمصلحة بانيجا، عالية وجميلة، والكرة بتبعد على طول. في المساندة وإحراز الأهداف فعل ذلك مع انطلاقة المباراة. سالم الآن، سالم يضرب بالثالث، قد يضرب يضرب، ما ركبت على ميشيل، راحت ضاعت سهلة لمصلحة الشباب. لكن يترك مكانه حيث إيفر بانيجا يقف فيه ويسدد. 99، لكنه في 2003 يبدأ أموره الاحترافية. 2022 كرة من الجوعي، هو كوليبالي، هو كوليبالي إلى إيفر. إيفر مع انطلاقة من فواز، اصطياد ناجح للكرة من ياسر الشهران. قصة قصة القصة 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 الكاملة، ما طالت طالت وراحت على طول إلى الجوعي بكراته، كويلار بتمريراته، هتان بلمساته وتسديدته اليسارية ضعيفة تذهب إلى للمجموعة في هذه الظروف. الله على المجموعة، المجموعة تمتلئ في الدعم بالنسبة له، لكنه يقاتل، والكرة في النهاية تطول إلى الخارج. الجوعي بلمسة إلى إيفر فتعد، ولكن كوليبالي. Destination of life, copy paste. Teacher, look and listen. Teacher, present question. Teacher, ask question and teacher solve your problems. So, share everything with teacher. Don't hesitate and don't be